أعرب الرئيس السيسي لقادة وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني. هذا وتنعقد الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بمشاركة قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية. ويهدف الحوار الفلسطيني بالقاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة، كما يأتي في إطار حرص مصر على تذليل العقبات التي تؤثر على إجراء الانتخابات الفلسطينية.